أصيب عدد 9 آخرين من قوات الدعم السريع وعدد 4 أفراد من قوات الشرطة. أما في الولايات الأخرى أصيب عدد 12 فرد من قوات الشرطة بينهم ضابطين في مدينة القضارف، وإصابة فرد من قوات الدعم السريع بمدينة الأبيض، كما أصيب عدد من المواطنين بإصابات مختلفة في بعض الولايات. المواطنون الشرفاء، لقد أخلت قوى إعلان الحرية والتغيير بما التزمت به، وقامت بتحريض المتظاهرين بالتوجه إلى القصر الجمهوري والقيادة العامة، مما دعا قوات الشرطة لاستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريغ المتظاهرين. وتتحمل قوى إعلان الحرية والتغيير المسؤولية كاملة لهذه التجاوزات والخسائر في القوات النظامية والمواطنين. نؤكد للمواطنين الشرفاء بأن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وقوات الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات ستظل وفية والعين الساهرة لأمن وتأمين المواطن والوطن، وانطلاقا من واجباتها لن تسمح بالإخلال بالأمن والتعرض لحياة المواطنين وممتلكاتهم وحسب كل مظاهر التفلت. الجنة والخلود لشهداء السودان الذين مضوا، وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين. نزل الله أن يحفظ السودان وشعبه من الفتن، وأن يجمع أبنائه على كلمة سواء. والسلام عليكم ورحمة الله.